صباح حواء، مشاكلك كلها تتحل، ماضي وفات. ودعي هولي الأمل، قولي له هات معانا خبرة حلو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة الصحة والجمال، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة عندنا من تفسير الأحلام، وأنا من عادتي لما باجي بشوف رمز معين أتكلم عنه في البداية بحيث نتعلم إزاي نفسر الأحلام. من الحاجات اللي كتير الناس بيشوفها الثوب، الهدوم. الثوب عندي حاجتين، هو الدين أو الزوج. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فأي حد يشوف هدوم جديدة، هدوم متوسخة، هدوم كده، يبقى ده إما دينه وإما حياته الزوجية. طب عرفنا الدين منين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في منامه عرض عليه أناس من أمته ولابسين قمص جلاليب، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. فقالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. ورأيت عمر بن الخطاب وثوبه يجر. ده دليل الدين. سيدنا عمر كان طويل وثابت وجميل. فده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة لحد ما نشوف الاتصالات. الثوب هو الزوج. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الثوب هو الدين. لحديث عرض علي أناس من أمتي: من لبس ثوب الصوف كان زاهدا في الدنيا. حتى عشان كده يقول لك ده صوفي، يعني زاهد في الدنيا. فده من لبس الصوف، كان زاهدا في الدنيا وراغبا في عمل الآخرة. من لبس ثوبا أخضرا للأحياء دين وعبادة وميراث، وللميت حسن حال عند الله. يبقى اللون الأخضر عندنا جميل. الثوب الأبيض خير وحسن في دينه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يبقى الثوب الأبيض خير وحسن في الدين. الثوب الأسود لمن تعود لبس الأسود سيادة ورفعة. لمن لم يتعود لبسه قد يصيبه مكروه، لأن واحدة بتلبس أحمر وأخضر، ومرة واحدة لقيتها لبس أسود ممكن يكون نعي أو كده. الثوب الأحمر يرزق مال وعليه إخراج الزكاة. قلنا احنا اللون الأحمر عندنا بصفة عامة تقصير في أي حاجة مالية، ربا، عدم إخراج صدقة، عدم إخراج زكاة، فننتبه. الثوب الأحمر للمرأة فرح وسرور، للحكام والملوك ضعف في ملكه لاشتغاله باللهو. ما فيش حاكم محترم يطلع لابس أحمر، يعني أكيد يعني هيلبس ألوان تاني. للمريض قد يكون موتا، للفقير ضرر. الثوب المعصفر، المعصفر اللي هو قريب من الأصفر، أمراض وحمى وجروح وضعف. اتساخ الثوب، واحد لا هدومه عليها حاجات وسخ. معانا اتصال نكمل. اتفضلي يا أستاذة ليلى. ليلى، أنا وسهلا، ارفعي صوتك لو سمحت. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. أنا حلمت إن أنا باكل ذرة. آكل ذرة مشوي؟ وباكل يمامة مشوية بس كبيرة، حجمها في حجم الفرخة. ويمامة مشوية، نعم. ماشي، ده حلم. في نعم. بقى يعني حاجات تانية، أنا على طول طبعا عندي حالة نفسية وكده تعبانة، عندي دوار، فبحلم في عز نومي إن أنا أي حلم أشوفه لازم أكون طايرة في الهواء ورجلي مدفوعة فوق ودماغي تحت. طبعا نعم. أنا بصحى مفزوعة من الموضوع ده على طول باستمرار. نعم. شكرا. شكرا. ليلى شافت ان هي بتاكل ذره. انا عندي الذره والبقول كلها ارزاق، ولكنها ارزاق بسيط ضعيف. شوف انت لما اديك شوال مليان فلوس ولا شوال مليان كيزان ذره،
هيتعبني في الشيل، وفي الاخير لما اجي ابيعه مش هجيب لي 50 جنيه مثلا. يبقى ده معلش رزقكم ضعيف شويه، لكن اليمامه المشويه دي حاجه جميله قوي، في رزق قادم بشرط صله نساء العائله. عندي الحمام واليمام والعصافير نساء العائله، حسني علاقتك بيهم، واللي انت مقطعاه صليه، تتحسن احوالك في الرزق. شايفه ان انا طايره في الهواء، انا عندي الطير في الهواء حاجتين، اما سفر واما انك خياليه مش حقيقي، يعني مش واقعيه. كوني واقعيه لا تكوني خياليه، لكن للاسف شايفه نفسي طايره ومتشقلبه، راسي تحت ورجلي فوق، واقوم منها مفزوعه. ما دام مفزوعه يبقى ده حلم من الشيطان. وكويس ان هي سالت كده، لان احنا طبعا عندنا ليس كل ما يراه الراي في منامه هو رؤيا من عند الله، عشان الناس ما تزعلش، مش كل حاجة هتحكوها لي ليها تفسير، قد يكون حديث نفس. واحدة بتحب واحد فتشوف انه بتقدم لابوها وابوها موافق، يبقى ده حديث نفس على طول. واحدة بتشوف زي كده ان بتقع من 10 دور حد بيخطف ابنها ولا بيخنقه ولا بيضربه، يبقى ده وتقوم مفزوعة، يبقى ده حلم من الشيطان. نعمل ايه؟ قبل ما انام انفض فراشي بقماشة كويس جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا أتى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة إزاره، بطرف التوب بتاعه، فإنه لا يدري من خلفه عليه. مش عارف، يمكن في شيطان نام عليه، يبقى أنا لما نام بعد الشيطان يحصل إيه؟ ألاقي الأحلام معفرت. فأفضل شيء أنفض فراشي قبل ما نام أولا، ثانيا أقرأ آية الكرسي ونام على وضوء وأقول الأدعية، وعسى أن ربنا يصرف السوء. نرجع تاني للثوب. اتساخ الثوب قد يكون ديون او ذنوب اقترفها الرائي. ثوب الحرير، لو واحد شاف انه لابس ثوب حرير يحج بيت الله وان كانت حمراء دنيا تتجدد له. من اغتسل ولبس ثوبا جديدا ذهب غمه واصابه خير. من تمزق ثوبه ممكن يطلق مراته او تمزق دينه ونقص ماله. الثياب الزرقاء مش كويسه، قد تكون هم وغم. اكل الثوب الجديد، واحد اشترى ثوب وراح واكله، يبقى اكل مال حلال. اكل الثوب اللي مش نظيف اكل مال حرام. وهنفسر الاحلام اللي تبعتوها لنا على الاس ام اس اللي ظاهر قدامكم على الشاشه. حلمت بعد استخاره بابن عمي المتزوج، 2 طلب مني اجيب له ازازه خمر. طيب احنا عندنا الخمر، الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فيهما اثم كبير ومنافع للناس. يبقى واضح ان الشخص ده هيبقى عنده فلوس كتير، لكن واضح انه يقع في الذنوب. فانت حرة يا بنت الحلال، عايزة واحد غني لكن عنده ذنوب او تنصحيه، قد تكون الذنوب مش عظيمة. معايا اتصال؟ ام شيماء اتفضلي. ام شيماء اتفضلي، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا حلمت إن أنا معايا رابطة خاص بلدي. خاص بلدي. وطويل. طويل. وبحلم بأطفال ياما. أطفال ياما. حلمت أطفال أولاد ولا بنات؟ لا أولاد. ذكور. أيوه. نعم، بيعملوا ايه ولا حواليك وخلاص؟ لا بيلعبوا حواليا وبشوفهم كده بيمسكوا فيا مبسوطين يعني. مبسوطين. وبحلم بالاطفال ده على طول. دي واحدة، انت عندك اولاد ذكور؟ لا انا معايا بنتين. ده واضح جدا طبعا. نعم، شكرا يا ام شيماء. ام شيماء بتشوف دايما ان معاها رابطة خاص بلدي. أنا عندي كل الأخضر، اتفقنا إنه جميل، إما رزق حسن طيب وإما دين، فإن حسنتي أوضاعك الدينية إن شاء الله رزقك يكون أوسع. بالنسبة لرؤية الأطفال الذكور شيء طبيعي جدا، هي أم شيماء عندها بنتين وما عندهاش أطفال ذكور، فأنا سألتها فواضح جدا إنها مشتاقة إن يكون عندها ابن ذكر، فمش بيشوف بقى واحد لا حواليه أطفال ذكور كتير وكلهم مبسوطين منها وبيلعبوا معاها، او تكون الاطفال الذكور اخبار. ايوه مين معايا؟ ام ياسر من حلوان. اتفضلي يا ام ياسر، اهلا وسهلا. اهلا بيك.
لو سمحت انا حلمت ان انا بيت سلايفي، كنت قاعده بيت سلايفي قبل كده. نعم. حلمت ان انا بيت سلايفي بقتني في السلم من فوق لتحت وطالع منه زباله كتير جدا، وفيها روس سمك كده زي تنظيف سمك، وفي سحليه كانت خارجه من الزباله دي، وكانت سلفتي واقفه قصادي. اسمها سلفتك اسمها ايه؟ ايمان. ايمان. ربطة الجلابيه كده من جنب كانها هتمسح يعني. اه. عايزه بس تفسير للرؤيه دي. طيب ان شاء الله. شكرا. عفوا. ام ياسر شافت سلم، انا عندي السلم كويس الدرج، لكن انا عندي النزول مش جميل والصعود افضل من النزول. الزرع هما الابناء، فاذا انت ارتقيتي في حياتك وخليتك كده انسانه ساميه عظيمه، الله سبحانه وتعالى يبارك لك في اولادك. والسمك عندي ارزاق، لكن السحليه انتبهي للنساء اللي بيخش عندكم في البيت، قد تكون احداهن ليست امراه صالحه. سلفتي اسمها ايمان، رابطة الجلابية وكانها ستذبح. انا عندي ايمان واضح جدا ان شاء الله انك ست مؤمنة ما دام ظهرت لك ايمان. والذبح عندي امرين، اما امر بعدم قطيعة الرحم صلي رحمك، او امر راكب التصدق، لان الذبح عندي عشان نوكل الناس، فتصدقي يا ام ياسر. طيب حلمت شيخ اعطاني 2 خاتم ذهب فيهم الماز شابكين بالصمغ. طيب احنا طبعا انت ما قلتيش انت عزباء ولا متزوجة، من فضلكم طبعا احنا كذا مرة نقول تفسير الاحلام اللي احنا بنفسره مش صحيح 100%. ليه؟ لان طبعا العلم بحال الرأي، التفسير لام ياسر وانا مش عارفها، لازم اخد نبذة عن حياتها، لازم اشوفها، لان رؤية الرأي تفرق مع المعبر جدا. واحنا دايما بنذكر هذا المثال، ان ابن سيرين وكان من افضل المعبرين جاله 2، واحد قال له انه شفت ان انا بأذن، والتاني قال شفت ان انا بأذن. اتصال فدال يا ام محمود. ايوه يا عم الحاج. اهلا وسهلا. شكرا يا عم الحاج. ام محمود اتفضلي. لو سمحت ابني شارع عربيه جديده، اشترى سياره جديده. اه. وبعدين حلم ان هي جاب موز وعيش كتير وحطوا فيها. موز وعيش. اه. طيب. وعيش كبير، جزيفه كبيره كده. نعم. وابني التاني مسافر يا عم الحاج، حلمت ان هو متجوز واحده اسمها منى. كويس. يعني هو متجوز ومعاه عيال. اه. اتجوز ومعاه. طب هو معلش مرتاح في سفره؟ مش عارفه والله. اتفضل. اه هو الحمد لله. طب الحمد لله. ابن الاخر تزوج منى وبعدين؟ يعني شفته في الحلم متجوز منى، بس هو ما فيش فرح ولا حاجه، بس العروسه لابسها الشبكه ومعايا ماشيه معايا. نعم. في حاجه تاني؟ لا شكرا. عفوا. ام محمود شافت ابنها اشترى سياره جديده. احنا عندنا السياره هي مسيره الحياه، كونها جديده يبقى ان شاء الله داخل على حياه جديده افضل. الموز لو كان بيعاني من اي امراض عسى الله سبحانه وتعالى ياتي بالشفاء. العيش أرزاق، وإن كانت أرزاق بسيطة في البداية لكن إن شاء الله تتحسن. ابن الآخر مسافر، شافت إن هو رغم إنه متجوز واحدة مش منى، لكن شافته بيتجوز واحدة اسمها منى. ده دليل إن شاء الله يحقق أمنياته في السفر اللي رايح ليه ويكون سفر خير. نرجع تاني لابن سيري. معاه اتصال. برضه أم محمود؟ اتفضلي يا أم محمود. ايوه معلش يا فضيله الشيخ، ممكن احكي لك حلم بس تفسره لي؟ اه اتفضل. امال احنا قاعدين ليه؟ ماشي. انا حلمت ان انا الناس في بحر، بس البحر ده هادي جدا ما فيهوش اي حاجه، وفي صناديق سمك وياما كتير جدا، وانا ماشيه على البحر ده ان انا البحر ده شايلني على فوطه كده او حاجه، والبحر ده هادي جدا 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 ما فيهوش اي حد، وانا بعد ما وصلت كده للنص البحر ده، فبعدين قلت انا طولت قوي انا لازم ارجع، فرجعت تاني، فبعد ما وصلت على البر لقيت واحد بيعمل الشبك بتاع الصناديق ده، فبعدين افتكرت ان انا نسيت واخده يعني الشبشب بتاعي، فقلت لازم ارجع اجيبه تاني. معلش دقيقه واحده، علاقتك بابو محمود ايه؟ يعني واضح طبعا انه يعني جدا مش يعني بس. نعم. اه نعم. فبعدين رجعت تاني فما رحتش بحر بقى، فرحت زي ما يكون شارعين كده. لا دي واحد، انت نسيت الشبشب بتاعك فرجعت تجيبيه، لقيتيه
مسكتيه رجعتي بيه؟ الو لقيتي شبشبك؟ لا انا ساعه ما رحت الشارعين دول لقيت فرخه. طيب فلقيت الفرخه دي واقفه على جنب، فبعدين لقيت واحده نازله كده، فبعدين بتقول لي الفرخه دي بتاعتك، قلت لها لا مش بتاعتي. وبعدين واحد كان واقف على سلم، فبعدين بيقول لي هو انت ما انتش عارفه النتيجه بتاعتي؟ قلت له طب يا ريت اعرفها. فبعدين قال لي النتيجه الاوليه جيد جدا امتياز، والنتيجه الثانيه جيد جدا. طيب شكرا يا ماما. أم محمود شافت نفسها على بحر هادي، إحنا عندنا البحر هو الدنيا، فعسى إن يكون فيه هدوء في حياتها. صناديق سمك، واضح إن فيه رزق ولكن لسه في الصندوق، لسه ما طلعش، ما مسكتوش بإيديها، ففي رزق مستقبلي. وصلت لنص البحر، قالت لا أنزل، كويس أوي، عشان ما تغوطش أوي في الدنيا، واضح إن الحمد لله هي مش دنيوية أوي. لكن للأسف سابت شبشبها، أنا عندي الشباشب هو الزوج. فمعنى انها تنسى جوزها، تنسى شبشبها، معنى كده ان علاقتها بجوزها مش مناسبه ابدا. هنكمل لك يا ام محمود لما نشوف ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ام. لو سمحت بنتي حلمت ان انا راح اعمل عمليه، وفي نفس اليوم اكتشفت ان اختها صدرها كبير كبير قوي زياده عن اللزوم، وفي زي عروق، وراحة برضو تعمل عملية علشان الدكتور قال لها انت مش هينفع بتدوري على حمل ازاي وانت صدرك بالمنظر ده. معلش هي في الحقيقة اختها بتحمل؟ لا متجوزة بقالها سنتين وما حملتش. ايوه شكرا. بعد كده ام محمود بعد ما نسيت شبشبها مسكينة، ده دليل ان علاقتها الزوجية بجوزها مش جميلة، ولقيت فرخة وقالت لا لا ده مش بتاعتي. احنا عندي الدجاج نساء العائلة، الدواجن، فانتبهي لنساء العائلة، صلي نساء عائلتك يوم ربنا يرسل لك الرزق. لقيت واحد على سلم وقال لي النتيجة امتياز وجيد جدا، عسى ان ما كانتش دي حديث نفسي يعني، عسى ان الله سبحانه وتعالى ينجحك في الدنيا. ام احمد بنتي رايحة، شايفاني اني رايحة اعمل عملية. انا عندي لو انت يا ام احمد مش رايحه تعملي عمليات، لو رايحه في الحقيقه يبقى ده حديث نفس، لكن لو مش رايحه في الحقيقه فانا عندي العمليات كويس، لان الانسان بيخش مريض يطلع بعد العمليه شفاء، يبقى واضح ان احوالك الدينيه هتتحسن. الحته الثانيه دي بقى اللي حديث نفس، واضحه جدا ان اختها شافت والبنت شافت لاختها ان صدرها كبير جدا وكان في ورم، والدكتور قال لها هتولدي ازاي وانت عندك الورم ده، يبقى واضح انها متأثرة ان اختها لا تنجب فنفسها انها تنجب، فده حديث نفس. ام كرم اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بقول لحضرتك، اختي حلمت ان هي لسه واخده طفلة صغيرة. فالطفلة ديت هي بتحلم بالليل ان هي بيجوا لمؤاخذة اربع كلاب كده وقطة بيقعدوا ياكلوا فيها. ده أول مرة. الحلم اتكرر معاها تاني مرة، كلاب كتير عمالة تاكل فيها. نعم بس. شكرا يا أم كرم. أم كرم أختها شافت، هي ولدت طفل وطبعا شافت الكلاب والقطط بياكلوا فيها. طبعا أنا عندي حاجتين، الحاجة الأولى إن ده حديث نفس واضح جدا، واحدة ست حملت وتعبت وجت لها طفلة وفي الأخير تلاقي الكلاب والقطط كلوها، ده حديث نفس، هي خايفة على عيالها. 99% من نساء العالم بيحلموا هذه الأحلام، إن حد بيأذي أولادهم، حد بياكل أولادهم، حد بيضرب أولادهم، حد كلهم عشان قلقة على أولادهم، وده شيء طبيعي جدا. فالجزء ده في حتة حديث نفس. طب لو مش حديث نفس، انا عندي الكلاب اعداء نباح، نشاء البنت على الخير والصلاح علشان ما حدش يلسن عليها بكلام. القطط عندي صديقات مخادعات مش جميلات، فعشان كده انتبهي برضو لاصحابها، لما تيجي تصاحبيها بحد مش اي حد والسلام، اسألوا عنه البنت دي حلوة ولا بتمشي كويس ولا لا، يوم ربنا ينبتها نباتا صالحا. مين؟ اتفضلي يا امة الله.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أنا شفت من فترة طويلة حصان، أنا في مكان كده بشتغل، راح أشتري حلاوة المولد في مقرأة كنت بروح فيها، فاشتريت. معلش، المقرأة ليها اسم؟ هي اسمها كده هو، اسمها مقرأة. اسم مش مقرأة خالد بن الوليد ولا حفص ولا حاجة؟ لا 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 لا. طيب تفضل. فأنا لقيت واخدة علبة كيلو للمقرأة وكيلو لبيتي، وبعد كده وفي ناس، هو مش منظر محل، زي أوضة كده وفيها ستات وفيها ناس كتيرة، وأنا واقفة معايا العلبتين، فدخلت زي حصان كده، فرسة كبيرة شكلها كبير، ومشت وسط الناس وجت عندي أنا عاوزة تهاجمني، فخرجت ومعايا العلب، فمشيت بقت تجري ورايا في الشوارع، عاوزة أروح أي مكان، مش قادرة. الحلم الرؤية دي لها سنين، يعني لها أكتر من 7 سنين. طب معلش، أنت يعني الآن بتروح المقرأة؟ لا أنا بطلت دلوقتي. ليه بقى؟ حصل خلاف بيني وبين الست، المهم أنا لسه ما خلصتش بقيت الرؤية. طب بتجري وراكي وبعدين؟ وبعدين في شوارع طويلة، ورحت داخلة في بيت معرفوشي، دخلت كده على سلم، اخر السلم يعني الدور، والتاني مفيش مباني تاني كده اهو، ففضلت الفرسه دي منتظراني وعاوزه تطلع لي، مش قادره، بقت تسقف زي البني ادم كده اهو. وبعد كده هو انا خايفه ومرعوبه خالص، ومش لاقي مكان اروح فيه، وخلاص اخر السلم كده مفيش مبنى تاني. وبعد كده استنيتها لما نزلت مشيت، رحت نازله بسرعه، وكان في لمؤاخذه يعني حيوانات كتيره في المكان بتاعت. فاكرة اي حيوان؟ زي مش عارفة، جاموس يعني، مش عارفة كده، هو الحيوانات المألوفة دي هي. في ايه تاني؟ بس فانا مشيت من غير ما تشوفني الفرس دي، هو الحصان ده هو، ومشيت، بس صحيت مرعوبة خالص. الرؤية دي لها كذا سنة عندي. في رؤية تانية اقولها ولا بعد ما تفسر لي الرؤية دي؟ لا استني، هو احنا بس بنسأل، انت احوالك ايه؟ الحمد لله، يعني انا عندي مشاكل دلوقتي وكده يعني. طيب بس ايه الرؤية التانية، صغيرة ولا برضو فيلم كده؟ لا كبيرة. طب اتفضلي. اقولها ولا؟ اتفضلي وانا اقولك في التلفزيون، مش معقول هسيبك على السماعة ده كله، اتفضلي. ربنا يكرمك يا رب. طيب الرؤية التانية، شفت اني كان ابني مديني فعلا 50 قرش، 52 قرش اللي هي الصفرة الجديدة دي يعني. فكان مدهوني في الحقيقة دي، فبصيت لقيت نفسي في مرة كده، يعني أكتر من سنة دلوقتي تقريبا، فرحت حدفهم من الشباك، أنا كنت ساكنة في بيت غير اللي فيه حاليا دلوقتي، رميتهم من الشباك. ليه؟ معرفش كده، معرفش، أنا بنفض في السرير، وبعد كده أخدت رحت رميهم. أنا بحب ابني خالص وهو بار بيا بالحمد لله، يعني بفضل من الله. لكن دي مش حاسة وأنت بترميهم، برميهم ليه؟ لا مش عارفة. طيب مش عارفه برميهم ليه. اذا بصيت كده لقيت في، كان مسجد قدام البيت قريب من بيتنا يعني، بصيت لقيت المحفظه بتاعت ابني واقفه في الشارع. فقلت يا ده هو خارج من الجامع، المحفظه وقعت منه وزي كروته كده طالعه منها على من المحفظه جنبيها في الارض. فبصيت لقيت بنت. ابنك متجوز؟ لا لسه. فلقيت بنت، قلت لها خليهم لغايه انا ما انزل اخدهم منك. البنت دي مسيحيه، معرفهاش، بنت صغيرة. وشكلها أبيض كده وعينيها خضر وشكلها جميل. فأنا نزلت من الدور الخامس نازلة حافية علشان أخد المحفظة بتاعت ابني. علاقتك إيه بجوزك؟ يعني هو كويس، هو طيب خالص، بس إحنا الاثنين عصبيين. لكن هو طيب خالص يعني. هو بيحبنا أكثر من ما بحبه أنا. طيب يعني اعترفتي. لا ما عشان ربنا يغفر لي ذنوبي. ان شاء الله، اتفضلي. نزلت حافيه وبعدين؟ نزلت حافيه، لكن انا من الدور الخامس لقيت في الدور الثالث اللي عند صاحبه العماره تراب على السلم وحته خشبه كده عريضه واقفه، حاولت انزل منها بالعافيه، مش عارفه ليه يعني. السلم حلو في الاساس، السلم مريح يعني، ومفيش خشب فيه ولا اي حاجه، ودايما نظيف. سؤال، احوالك الماديه ايه؟ والله يعني ربنا يعلم بيها. انا عندي ميراث كتير، بس عندنا ما بيدوش الميراث للبنت، فانا باخد من اولادي وباخد من جوزي مصروفي. لحد دلوقتي في حد ما بيدوش ميراث للبنت؟ ليه احنا في القرون الوسطى؟ لا ده يعني
مش عايزه اتكلم يعني. طيب لقيتي خشبه واقفه وبعدين؟ لقيت خشبه وعديت من الخشبه بالعافيه من على السلم ونزلت، بس حاسه اني نازله يعني بطيئه، عاوز يعني اتاخرت في النزول، عاوز انزل بسرعه، حسيت ان المسافه طويله. على ما نزلت للبنت دي لقيتها ما خدتش المحفظه من الارض. انت لقطتيها؟ لا ما خدتهاش خالص للاسف. وبعد كده عمارتين قصاد بعضيهم في نفس الشارع، قال في 60 مسيحيين قصاد بعضيهم باصين يحرسوا المحفظه ولابسين اسود. فبعد كده هو ان البنت رحت بوستها وقلت لها انت عاوزه تطلعي دكتوره ولا مهندسه؟ قالت لي حاسب يا طنط، البنت عامله بيه ودفناه في الارض جنبي. فانا رحت صاحي على كده وما خدتش المحفظه. طيب شكرا. أمة الله من فترة طويلة شافت إن هي رايحة مقرأة وفي كيلو جابت كيلو حلاوة مولد لها وكيلو حلاوة للمقرأة. فإحنا عندنا المقرأة القرآن، لو هي كانت وصبت على القرآن الكريم كان أفضل، لأن الحلوة عندي يعني كلام صالح ويصار عنها كلام طيب وأرزاق طيبة، فواضح إنها لما تروح المقرأة كان هيبقى أفضل لها. النقطة الثانية الحصان. الحصان أنا عندي الخيل كله كويس، الخيل معقود في نواصيها الخير، فمعنى ان انا اشوف حصان بيطاردني وبيجري ورايا، لا، واضح ان الخير عايز يجيلك انت منعاه بشيء معين. هناخد الاتصال وارجع لك تاني يا امة الله. ام عمر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا ام عمر. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. حلمت اللي انا يعني حلمت ان فيه اكن فيه جنين بيتحرك في بطني. انت في الحقيقه حامل؟ نعم. حامل؟ لا ما لا انا ما كنتش حامل، حلمت ان فيه اكن جنين بيتحرك في بطني، بعد فتره بقيت حامل. في الحقيقه ولا في المنام؟ حلمين تانيين بعد اذن حضرتك اقول لك عليهم؟ لا لا دي واحده. انت حاسه ان في جنين بيلعب في بطني وبعدين بقيتي حامل في الحقيقه ولا في المنام؟ لا في الحقيقة، بعد كده بعد فترة بقيت حامل في الحقيقة. طيب حلو قوي. قولي حلمين التانيين بعد اذنك. لو قصيرين زي كده مش زي أمة الله طويلة، اتفضلي. حلمت مرة ان في زي عصفور طار من القفص، لما طار من القفص رحت اجيبه، انا بجيبه جبته ولقيت تاني عصفور جميل قوي مش بتاعي، رحت جايباه معايا، بس عصفور كان حلو قوي. بقول يا ربي انا رحت عشان اجيب عصفوري اللي طار، لقيت واحد تاني جميل وحلو زي. علاقتك ايه بجوزك؟ رحت ايه جبت العصفورين. علاقتك الزوجية ايه؟ عريسك عامل معاكي ايه؟ الحمد لله كويسة. كويسة طيب. الحمد لله. في حلم تالت ممكن؟ لو قصير زي كده اتفضلي. برضك حلمت اللي انا عندي زي عصافير بتخلف كتير قوي، لدرجة اللي انا من كترها بعض يلمها بايدي وادخلها في القفص، بلمها بايدي وادخلها في القفص لدرجه مش معقوله، يعني اقول يا ربي العصافير كتيره قوي، ادخل وادخل بس كل اللي يقع ادخله، يقع ادخله. انت سعيده ولا غير سعيده بهذه القصه؟ نعم. سعيده بالعصافير ولا غير سعيده؟ لا انا بحب العصافير قوي. طيب شكرا، مع السلامه. انا هقول لك في التلفزيون. نشوف امة الله، نرجع لها تاني. اتفقنا ان الحصان كويس، الخيل معقود في نواصيها الخير، دي مش حاجه تفزع. ودخلت وطلعت السلم ولقيته سد في النهايه، ولقيت نفسي مرعوبه وبقر كتير وجاموس البقر وجاموس سنوات. فاحنا معلش واضح ان في قلق في حياتك، وقد يكون هذا القلق مادي، لكن في النهايه في خير، لان الخير لا ياتي من وراها الا الخير. اقوم مرعوبه يبقى ده من الشيطان، ادفل عن يساري ثلاث مرات واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وغير نومتي واقوم اتوضى واصلي ركعتين وربنا يصرف السوء. شفت ان ابني اعطاني 52 قرش وهو ادهم لي في الحقيقه، شفت ان انا في المنام برميهم، ما دام في حاجه مرتبطه بالحقيقه يبقى اسمه حديث نفس. لكن كون ان ارمي الفلوس من الشباك معلش، حتى لو الفلوس شايفاها زهيده 50 قرش ما تبقيش كده حاسه انها مقرفه ولا مش نافعه ولا تترمش، لا، احمدي ربنا على القليل وكوني قنوع يوم ربنا يرزقك. ابني وهو طالع من المسجد، المسجد عندي حياه فيها توبه، عسى يكون ابنك مقبل على توبه، وقعت محفظته دي عشان هو لسه ما اتجوزش،
واضحه ان انت حاسه متضايقه ان ابنك لحد دلوقتي ما اتجوزش، لكن في خبر كويس جدا لان البنت مسيحيه وجميله وعينها خضر، يبقى في خبر جميل لابنك وفيه نصر، لان عندي النصراني نصر وهرجع لك تاني يا امة الله. مين معايا؟ اتفضلي يا نجات. ازيك؟ اتفضلي ارفعي صوتك. ايه لو سمحت، انا حلمت ان انا في محل وكنت بسترزق منه بتاع كريمات وشامبوهات وحاجات مستحضرات تجميل. نعم. المحل ده بقى زي خربان وفي براس كتير في الاحجار كده، والكراسي بتاعته من عنق الشجر. ايه فخرجت بفلوس في شنطتي، فماشي في الشارع وخايفه على الشنطه، فسمعت صوت خرفشه ورا ظهري وحاجات. دي واحده انت متجوزه؟ اه. احوالك الزوجيه ايه؟ يعني الحمد لله. ولا نص نص؟ لا نص نص شويه كده. طيب اتفضل. وبعدين خفت من الصوت اللي ورايا، بتلفت اتلقيت حصان. الحصان ده عمل ان هو متلبخ في شنط وحبال، فحاولت ان انا اخلصه قام عضني من رجلي. بس؟ اه بس. مع السلامه يا نجاه، انا اقول لك في التلفزيون. نرجع تاني لأمة الله. أمة الله وهي نازلة على السلالم لقت تراب. التراب عندي مال لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، فواضح إن أحوالها المادية صعبة جدا، لكن لقت خشبة واقفة. أنا عندي الخشبة ما رضتش في القرآن الكريم إلا في لقطة واحدة، وهي كأنهم خشب مسندة المنافقين. فاحذري يا أمة الله، إن من صفات النفاق الخمسة: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. انتبه لدول وربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك السوء. والأخير لقيت اتنين مسيحيين واقفين، قلنا النصارى عندي كويسين نصر، فواضح إن في نصرين يقولك، وكمان البنت اللي واقفة عملت حمام والحمام عندي قضاء وحاجة، فإن شاء الله ربنا يقضي حاجتك يا أمة الله. أم عمر شافت جنين بيتحرك في بطنها وبقت حامل بعد كده، فده انا شايف انه هو حديث نفس، لكن انا عندي برضو الجنين اللي في البطن اخبار، فواضح انك كنت هتسمعي خبر مهم وهو خبر الحمل. اتصال معايا مين؟ ام محمود. ايوه معلش، في حلمين قصيرين كده بس معلش ما لحقتش اقول لك عليهم. اوعي يكون ام محمود اللي بتقول احلام طويله. ايوه ايوه. لا انا مش طويله قصيره. طيب اتفضلي. انا حلمت، انا بحلم على طول، الحلم ده بيتكرر معايا على طول، ان انا بلم بيض من بلم بيض من اي حته، خصوصا من على الصبح من اي حته. بيض ده بيتكرر معايا على طول. اه طيب. وفي حلم ثاني، حلم ثاني بحلم ان انا في امتحان وانا عارفه الاجابه وكل حاجه، بس مش عارفه احل، بس عارفه الاجابه متوتره جدا بس مش عارفه احل. لكن انت في الحقيقه بتبقي متوتره في الامتحانات؟ ايوه. نعم شكرا. مش في الامتحان، انا مش في امتحان ولا حاجه، انا في ما انا عارف انا مخلصت. كلنا كده. شكرا. طيب. يا ام محمود مع السلامه. ام عمر شافت العصفور طار من القفص، احضرته معاه عصفور اخر. عند العصفور هو الزوج، ما تفوتيش على جوزك، علاقتك بجوزك حلوه حافظي عليه، واذا عملتي كده ان شاء الله كمان هيجلب عليكي الاهل والاقارب، يبقى في صله رحم جميل. دايما اشوف ان في عصافير كتيره بتخلف وانا لمها واحطها في القفص واجمع، وانا بحب العصافير. ما دام بحب العصافير قد تكون جزئيه حديث نفس، لكن العصافير عندي الاهل والاقارب، صلي ارحامك ياتيك الرزق. نجات لقيت محل فيه كريمات وشامبوهات لكن خربان ومليان ابراص. محل الكريمات والشامبوهات دي دنيتك الرائعه الجميل، لكن واضح ان في عندك مشكله في الدنيا الان، وورا المشكله راجل او رجاله مش كويسين. البرص، البرص في اللغه العربيه هو الوزغ، والرسول عليه الصلاه والسلام امرنا بقتل الوزغ، قال كان ينفخ على ابراهيم. سيدنا ابراهيم كان مرمي في الحفره ووالع نار ورمين عليه النار عشان يولعوه، وجات الحيوانات والطيور ربنا بعتها عشان تطفي النار، الا الوزغ الا البرص عمال ينفخ على النار عشان يشعلل على سيدنا ابراهيم. فالرسول عليه الصلاه والسلام كره الوزغ، عشان كده الوزغ عندي في المنام رجال غير صالحين، فما تخليش الرجال الغير صالحين يبوظوا حياتك يا نجاة. وهرجع لك تاني. ام عبد الله. ايوه
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ام عبد الله. ازيك يا عم الشيخ؟ ازيك، اتفضلي. حضرتك ليا تفسير وليا كام حلم. ليا تفسير وليا يعني انت هتفسر لنا؟ لا حضرتك يعني تقول لي يعني طيب بس احلام قصيره؟ ان شاء الله. طيب اتفضلي خلاص. بقول لحضرتك انا كنت لابسه النقاب وخلعته عشان جوجل، انا عايز كده. الشغل اشترط عليكي كشف الوجه يعني. فده سبب في البلاء اللي انا فيه يعني في مشاكل ولا كده ولا لا؟ ده التفسير. انت عايزه تقول هل خلع النقاب تعتبر معصيه تستلزم ان الله سبحانه وتعالى يعاقبني؟ طبعا اولا دي فتوى واحنا هنا بتوع تفسير احلام، لكن اللي انا اعلمه ان النقاب اقرب انه هو يكون فرض، لكن طبعا علماء كتير قالوا النقاب مش فرض، فعشان كده ما دام في علماء قالوا بجواز كشف الوجه يبقى معلش ربنا يعفو عنك، لكن لو لقيتي عمل يقبلك بنقابك فهو افضل طبعا، لان الوجه هو مكمن الفتنه. فعشان كده لما واحده تبقى جميله جدا ومحجبه وكشفالي وشها انا شايف ان ده الحجاب ده مش مناسب مش كافي، النقاب افضل. لكن هل تنزل عليك بقى الغضب والبتاع؟ لا معرفش دي بقى معرفش. اتفضلي فسري بقى. طيب حضرتك انا معايا حلم، انا شفت ان زوجي بيتزوج وبعدين رحت المستشفى. ليه رحت لابن المستشفى ليه؟ دكتور يعني هو متجوز يعني. وبعدين انا رحت المستشفى ليه لقيت زوجته نايمه على السرير ومعاها بنت، خلف بنت. ماشي؟ نعم. ماشي حضرتك؟ ايوه. طيب نرجع لنجاة. شافت ابراس، قلنا انتبهي من رجال السيئين. وكراسي من عروق الشجر، انا عندي عروق الشجر برضو رجال لكن ده خشب، فانتبهي من صفات النفاق لا تكذبي. اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، اذا عاهد غدر، اذا خاصم فجر. اعملي الحاجات دي ربنا يحافظ لك على جوزك. ليه؟ لانك شفت الشنطه اللي فيها فلوس كتير ان في حد وراك جاي عايز ياخدها، ده دليل ان احوالك الزوجيه مضطربه. بلاش صفات النفاق، ابعدي عن الرجاله الوحشين، شوفي حد راجل وحش بيشغلك ولا بيعمل ايه الله اعلم. الحصان ورايا مشبوك وجه وعضني، انا عندي الحصنه حلوه، الخيل معقود في نواصيها الخير، فعشان كده بنقول معلش اعملي الخير حتى لو اتاذيت شويه ففي النهايه هناك خير. ام محمود بتجمع بيض كانهن بيض مكنون، فانا عندي البيض هم النساء، اهتمي بنساء العائله من صلة وصدقة، يقول ربنا سبحانه وتعالى يحسن أحوالك. أم محمود طيب عندي اتصال، هرجع لك تاني يا أم محمود. أم إسلام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي. وطي التلفزيون وتفضلي. حاضر أنا حلمت حلمين. نعم. حلمت إن أنا صلى سيدنا محمد بحارب ربنا بالسيف. لا مش فاهم. انا بحارب ربنا سبحانه وتعالى، بقول انا عمال اقول انا اهو هتعمل لي ايه بقى، بس انا جوايا مش مرتاحه اللي انا بقوله وخايفه. بس ربنا يعني بألوم على ربنا ليه بتعمل معايا كده؟ لا انا بحاربه، انا ماسكه سيف وعماله احارب ربنا بايدي بالسيف، برفعه فوق وناس كتير واقفين وربنا ما بيعمليش حاجه، هو صابر عليا يعني. بس انا جوايا مش مرتاحه اللي انا بقوله ده، انا عارفه ان ربنا عظيم سبحانه وتعالى ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. بس انا زعلانه جوايا. احوالك الدينيه كويسه؟ الحمد لله والله، بس انا عملت قرض. عملت قرض ربوي؟ ده اللي انا حلمت الحلم ده بعدها على طول. ايوه. طيب في حلم تاني بعد اذن حضرتك؟ نعم. انا حلمت ان انا كنت طايره تقريبا سيدنا جبريل الله اعلم هو احد الملائكه، وانا طايره وفرحانه ان انا طايره في اماكن جميله جدا وفرحانه جدا، بس لما نزلت في مكان مش هو ده المكان اللي انا كنت اتمنى ان انا انزل فيه، لقيت الارض دافيه شويه وانا ماشيه حافيه، ولقيت ابني اسلام. معلش ام اسلام، علاقتك ايه بجوزك؟ كويسه الحمد لله جدا. ومع ذلك شفت نفسك حافيه؟ انا حافيه نزلت، انا فاكره ان انا هطير من المكان اللي انا طايره فيه ده، انا رايحه في مكان حلو قوي. لقيت نفسي نزلني الملك ده، نزلني في مكان مش اللي انا كنت اتمناه. انا لقيت نفسي حافيه وارض دافيه وابني اسلام واقف في صف كده في الاول، اداني لقمه عيش صغيره. احوالك الماديه ايه؟ لا مش حلوه خالص. ايوه واضح. شكرا. أيوة. يا ام اسلام. شكرا يا سيدي. شكرا. ام محمود دايما تشوف نفسها في الامتحان ومتوتره ومش عارفه تحل، او عارفه الاجابه ومش قادره تكتب،
كلنا بنحلم الحلم ده، حتى انا، عشان كده بنقول ده حديث نفس. الناس كلها بتبقى الآن في الامتحانات ومتوترة فبتشوف كده. طب لو هو مش حديث نفس يبقى ده معنى الامتحان عندي ابتلاء من الله، فده معناه ان انا لا اصبر الصبر الجميل، اذا ابتليت من الله فاصبري يا ام محمود الصبر الجميل. ام عبد الله، شفت جوزي اتجوز علي ولسه الحنة في ايدي، ومعاه كمان رحت المستشفى لقيت مراته ولدت طفلة. طبعا 90% من نساء الامة بيحلموا ان جوزهم بيتجوز عليهم او بيخونهم، ده حديث نفس. انت امرأة غيور، قللي من الغيرة شوية. لكن قلنا لو انا مش غيرانة وما يهمنيش ان جوزي يتجوز علي، مش مهم، يبقى ساعتها الزواج باخرى ان جوزك داخل على دنيا جديدة وفيها اخبار سارة، لان الطفلة عندي اخبار سارة. ام اسلام خلعت النقاب. ام عبد الله في واحدة منهم دي اللي خلعت النقاب. ام اسلام شايفة سيف وبتحارب الله. يا ام اسلام دي ان شاء الله ربنا هياخد بايدها. ليه؟ لانها شافت رؤية حق. الرؤية الحق ان ربنا سبحانه وتعالى قال فأذنوا بحرب من الله يمحق الله الربا، فهي خدت قرض ربا وللأسف. فهي دي مبرزة ربنا، هو ده حرب ربنا، فلازم تتوب ولازم لا تتعامل بالربا، ولازم تعاهد الله سبحانه وتعالى انها ما تعملش كده تاني، وتحاول تسد القرض ده وتسد بابه باسرع ما يمكن. محتاجة توبة عظيمة، وعسى ان الله سبحانه وتعالى يتوب عليها، لان بكده بالربا هي بتحارب الله ورسوله. ام اسلام بتشوف انها طايرة. الطيران عندي حاجتين، اما سفر واما انك خيالية. يا ام اسلام كوني واقعي، الانسان ما بيطرش، الانسان بيمشي على رجليه على الارض. فمعنى نلاقي نفسي طايره ان انا مش واقعي، برسم على احلام عاليه وكبيره، باخد قروض عشان ابقى تاجره اعمال وكده، وفي الحقيقه في النهايه حصل لي ايه؟ ابن الدالي لقمه عيش. يعني الرزق برضه بيقل، لان المال الحرام بياخد المال الحلال ويمشي. فانتبهي لذلك. وشوف بعد ما تحلم ان انا هحلق في الهواء، نزلت على ارض دافيه ولقيت مش هو ده الحلم اللي انا كنت بحلمه، ولا ده اللي انا كنت بأتوق اليه، وكمان حافيه قد تؤثر على حياتك الزوجيه. فانتبهي لامور جوزك وربنا يعفو عنك في موضوع الربا. طيب هنرجع تاني لابن سيرين. وقلنا يا اولاد ليه تفسيرنا كلنا للاحلام مش مظبوط 100%؟ لاني ما اعرفش حال الناس اللي بيتصلوا علي. لو انا شايفهم بعناية اقدر احكم عليهم. وقلنا ابن سيرين جاله اتنين قالوا احنا بنأذن، قال للاولاني تقطع يداك، وقال للتاني تحج بيت الله الحرام. فالناس استغربت، الاتنين بيأذنوا، واحد تتقطع ايديه والتاني يروح بيت الله الحرام. قال حال الرأي، الاول عليه امارات الاجرام، واخد بشلة ولا كده في وشه وشكله مجرم، وفيه يقول المولى عز وجل فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يبقى سارق تقطع يده. أما الآخر عليه أمارات الصلاح، راجل طيب كده وبين عليه بيصلي وبيصوم، وفيه يقول المولى عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. إذن العلم بحال الرأي مهم جدا، لكن احنا على قدر الإنكم هنعمل ايه؟ ما هو مش معقول كل واحد عايز يفسر رؤية هشوفه بعيني، فبنحاول على قدر الإمكان. لكن بنقول الرؤى معظمها لا ينبني عليها عمل. ما فيش واحد يشوف مراته بتخونه يوم يروح يطلقها، أو جارته بتسرق من بيته يوم يروح يتخانق معاها. لا، احنا بنستأنس بهذه التأويلات، لكن نحاول على قدر الإمكان مع الاستئناس ان احنا ما نتخذ بها قرارات صارمة. حلمت ان في جبل اهتز وتساقط منه أواني وأثاث وبيوت، ثم بيتنا اهتز وأنها يوم القيامة وهذا الزلزال، وقلنا أن الله غير الأمر. طبعا أنا عندي الجبال مشقة وتعب، والاهتزاز حالة غير مستقرة، والقيامة أهوال ومشاكل. طبعا اللي احنا عايشين ده يا أخواننا هو أسوأ أهو حال، الأهوال والمشاكل والاعتقالات والقتل، وكل يوم العساكر فرقعوه وضربوا المتظاهرين، الدنيا متلخبطة. هي دي الأهوال والمشاكل والفتن اللي احنا عايشين فيها، والزلزال للأسف تغير للأسوأ.
اوعوا تفتكروا ان احنا مقدمين على افضل للاسف. انا بحب اتفائل لكن الزلازل عندي للاسوء. حلمت اخويا مات شهيد. انا عندي الموت بصفه عامه معناه ان الشخص مقبل على حياه او على عمل مش في صالحه، لكن كونه بعد ما يموت يبقى شهيد ده معناه ان ان شاء الله هتتحسن احواله، على الرغم ان هو هيقدم على شيء مش في صالحه لكن هيتدارك الموقف. وربنا سبحانه وتعالى الشهيد اذا شهد بالحق ان شاء الله يحسن احواله بعد ذلك. مين معايا؟ اتفضل يا ام محمد. بعد اذنك انا يعني شفت رؤية في الفتن، يعني قالت لي حلمت لي ان انا شعري طويل جدا جدا، عمري ما شفت قالت لي عمري ما شفت نفسي زي شعرك ده خالص، طويل جدا من كتر طوله وجماله، انا تانيتين بفرتين من ناحيتين يعني. وقالت لي ان انا ولدت ولد بس ولد ابيض جدا جدا وحلو جدا، بس هي راحت واخداه مني. هي اسمها ايه؟ ساميه. ساميه؟ طيب انت احوالك الزوجيه ايه؟ لا الحمد لله. والماديه؟ الحمد لله بفضل ربنا. كويسه؟ الحمد لله. طيب في حاجه تانية يا ام محمد؟ هو ممكن تكون متعلقه بشؤون جوزي يعني؟ اما انا هقول لك اهو، بس في عندك حلم تاني؟ لا رب، هو بنتي حلمت ان ابني في عصفور في المنور، كل شويه عمال يصوصو وبينقر ابني، وكل ما ينقره قال يموت، بس هو صاحي في وسطينا، بس بنتي عايزه عماله تضربه. العصفور بينقر ابنك؟ انت علاقتك بقرايبك في حد منهم متضايق منك؟ لا لا الحمد لله بفضل ربنا. علاقتك كويسه؟ الحمد لله نحمد ربنا. طيب شكرا يا ام محمد. شكرا. أنا عندي شعر المرأة إما مالها أحوالها المالية يبقى إذن عسى يكون تحسن أحوال مالية، أو شعر المرأة هو زينتها يبقى أحوالها الزوجية، فانتبه لجوزك واظبطي أمورك معاه، واضح إن مقدمة على تحسن في أحوالك الزوجية والمالية. شفت إن ولدت ولد أبيض وجميل لكن سامية خدته مني. طيب بنقول الولد الأبيض الجميل خبر جميل لكن سامية أخدته مني، يبقى أنا لو كنت سامية الأخلاق اهتم ان انا ما بقاش كده مع الرعاع، ابقى عندي سمو كده وانسانه محترمه، الله سبحانه وتعالى يرسل لي الاخبار الطيبه وما ياخدهاش مني. بنتي بتشوف ان في عصفور بيصوصو وبينقر ابني يعوره، طبعا اولا البنت خايفه على اخوها فده يبقى اسمه حديث نفس، لكن برضو العصافير الاهل والاقارب، فصلوا ارحمكم عشان ابنائكم توصلكم. مين للاتصال؟ برضو امة الله. تفضلي يا أمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنت أمة الله اللي جت قبل كده؟ لا. طيب لحسن تاني بتحلم أحلام طويلة، خليك أنت في الأحلام القصيرة، تفضلي. إن شاء الله عندي رؤيتين اتنين بإذن الله. بس ارفعي صوتك. حاضر. أول رؤية إن أنا كنت في يعني في أوضة النوم عندي وبشيل الملاية علشان أغير السرير، لقيت تحتها فار صغير ميت. دي أول رؤية. تاني رؤية ان انا كنت ان كان في ناس يعني كانوا على شكل يعني ايه بني ادمين بس على شكل حيوانات، فانا حماية متوفي، فكان بس هو كان على شكل اسد حماية ده، وان انا كنت على واقفة على خشب والخشب ده تحتي بركان وكنت بحارب ناس كتير، ولان كان على ايدي ولد طفل، الناس دي كانوا عايزين ياخدوه مني، فانا قعدت احارب 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 لغاية لما ايه خدته ورحت في مكان كده عند ناس، واحدة اسمها فتحية وواحد اسمه صابر، فانا قلت لهم ده كانوا عايزين ياخدوا مني ابن اسامة، فانا قمت رد علي قالت لي ده كان حماكي عايز يشوفه بس، قلت لها والله لا ده لو كان عايز يشوفه هروح ودهوله ايه يشوفه، فقالت لي ايه، قلت لها لا انا هروح ادور عليه تاني ولو كده ادهوله يشوفه، قالت لي لا خلاص بقى. بس بعد ما الرؤيه ما خلصت تاني يوم الصبح وانا خارجه بره شفت اللي هي اسمها فتحيه دي، رغم ان انا بقالي كتير ما شفتهاش. طب سؤال، اسامه احواله ايه؟ لا كويس ما شاء الله يعني. طيب حماكي كان احواله ايه قبل ما يموت؟ لا برضو كان ما شاء الله كان راجل طيب، راجل صالح جدا. طيب يا أمة الله شكرا. أمة الله شافت في غرفه النوم تحت الملايه فار ميت. الفار الرسول صلى الله عليه وسلم سماها فويسقة، وعندنا الفار مش فار، فأرة، فدايما الفار امرأة فاسقة،
فانتبهي لفراشك، انتبهي لزوجك، اعملي معاه الاعمال الصالحه الطيبه عشان ما يبصش لغيرك، او تبقى لينا جاره او قريبه مش كويس عايزه تتسلل وتخش بيتنا علشان تفسد في بيتنا. ما تدخليش بيتك اي حد، لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، لكن الحمد لله انه ميت فعسى يكون تاثيرها ضعيف علينا. شفت الناس على شكل بني ادمين وهم حيوانات، حمايه مثلا على شكل اسد، الاسد معلش سنين فيها شده شويه تتحمليها، لكن هو نفسه معلش كان عنده شيء من الايه القوه او شيء من الظلم احيانا، انت بتقول ان هو راجل طيب برضه، ما دام ظهر لنا بصوره اسد ننتبه له بالصدقه والدعاء. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. فادعوا له وتصدقوا على روحه علشان لو كان ظلم حد الله سبحانه وتعالى يغفر له. شايف؟ طب هرجع لك تاني يا امه الله ام ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا دايما حلمت ثلاث يوم ورا بعض كده ان انا جايبه توام وبرضعه بنتين، ودايما في حلم تاني برضه بيتكرر عليا دايما ان انا دايما كفيفه ما بلمحش، وبحس ان انا ماشيه في الضلمه وخايفه اقع في اوضه مجاري. ودايما احس في حلم تاني ان انا في امتحان وما بعرفش احل خالص خالص، وقاعده قلقانه. ماشي، شكرا. اسمعك من التليفون. اه من التلفزيون. ماشي، شكرا. أمة الله شافت انها بتحارب ناس كتير جدا عايزين ياخدوا الطفل منها، الناس الكتير الدنيا، واضح ان مشاكل الدنيا قد عايزه تاخد منك الطفل اللي هو الاخبار الجميل، فاعملي العمل الصالح ربنا يحفظ لك على الاخبار الجميل. فتحيه وصابر، واضح انك لو صبرت الصبر الجميل هيفتح الله عليك. هرجع لك تاني يا أمة الله، اتفضلي يا كريمه. لو سمحت يا بعد اذن حضرتك، انا ليا بنتي متجوزه في الخارج، ولسه حكيالي منام النهارده الصبح، شافتني انا وستها، ستها دي متوفيه ومعانا واحده قريبتنا الدكتوره ساره. اسمها ايه؟ مين؟ بنتي؟ لا، انا وجدتها وساره. اه. بنعمل ايه؟ بنطوف حوالين الكعبه. حلو. وستها واقفه قدام الكعبه وعماله تدعي وتقول يا ماما انت، انا عماله اطوف وعماله ادعي دعاء بقول ايه، اللهم اهدني واهدي لي نفسي وارضى عني، وانت عماله تطوفي. فلقيتك يا ماما جايبه بتقول، وانا هي عماله تطوف بتقول الدعاء ده، قامت داخت ووقعت. فبتقول جالي الحق ان ربنا بيعمل فيا حاجه وبيغير فيا حاجه. معلش، مين اللي داخت ووقعت؟ بنتي. طيب. اللي هي شايفه المنام. نعم. فبتقول لقيت ستي جايالي ولقيتها مخدودة عليا، فقلت لها انا كويسه الحمد لله مفيش اي حاجه، وتقول لقيتك يا ماما جايه وجايبه حله كبيره جدا وفيها هدايا زي حاجه بتتاكل يعني زي رز بلبن حاجه، وعماله توزعيها للناس في حوالين الكعبه وتصلى على الرسول. فتقول فوجئت بعد كده ان انت اعطيتيني طبق ليا وطبق لتيتا وطبق للدكتوره ساره اللي هي معانا دي. نعم. بس بتقول صحيت يا ماما على المنام على كده، ده لسه حكي اقوله النهارده. طب انا اقول لك يا كريمه بقى في التلفزيون ان شاء الله. نرجع لأمة الله اخر لقطه، الناس كانوا عايزين ياخدوا ابنها اسامه منها. انا عندي طبعا اسامه اسم من اسماء الاسد، والاسد سنه فيها شده شويه، فتحملي لو في شده مرت عليك في سنه ان شاء الله لو صبرت الصبر الجميل بيفتح الله عليك وبيحفظ لك على ابنك اسامه. ام ايه دايما احلم انها جايبه توأم بنتين وبرضح. لو انت عايزه تخلفي بنات يبقى ده اسمه حديث نفس فعلا ملوش تأويل، لكن لو مش عايزه تخلفي بنات وانت راضيه باللي عندك يبقى في خبرين كويسين، بس الرضاعه تصدقي. اتصال، اتفضلي يا اميمه. اتفضلي يا اميمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت، انا حلمت اكتر من مره ان انا حافيه. انت متجوزه؟ لاقيه الشوز بتاعي او متزوجه؟ متزوجه. علاقتك بجوزك ايه؟ اي متزوجه. علاقتك ايه بعريسك؟ كويسه، بس الحلم دوت من قبل ما اتجوز برضه. اه معلش، اصلا عندي الحافيه
يا اما عازبه مش متجوزه يا اما علاقتها وحشه بجوزها. فما كنت حافيه ده معلش اهو راح بقى، يبقى الاحتفاء ده خلاص انتهى بزواجك. ايه تاني؟ أميمة خلاص ماشي. وفي شخص عزيز عليا اسمه ايه؟ اكتر من مره انه بيضيع مني. يجامعني؟ بيضيع مني مش لاقياه يعني. يعني في شخص انا بحبه وحسن وبيضيع مني، وفي الحقيقه ايه؟ الحقيقه علاقتك بيه ايه؟ بنتي. بنتك بتضيع منك؟ ابنتي تضيع مني. خلاص وهي بنتك كويسه معاكي وكله كويس؟ هي كويسه معايا. طيب هي بنتي صغيره يعني. طيب شكرا يا أميمة. أم آية بتقول دايما شوف إني كفيفة، أنا عندي الكفيف ده مش كويس، كفيف ما بيشوفش، ربي لما أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأنا عندي العمى مش كويس، العمى ضعف في البصيرة، فلازم تحسني بصيرتك وما تعمليش الأعمال السيئة. والظلام برضو حيرة وتخبط وعدم هداية، انتبهي يا أم آية، انتبه لبصيرتك عشان ما تتخبطيش في الدنيا. وخايفه اقع في المجاري، شوف المجاري ريحتها وحشه قوي، ذنوب، فانتبهي ما تخليش عدم بصيرتك توقعك في الذنوب. دايما شوف بمتحن وما بعرفش احل، وقلنا قبل كده ده حديث نفس، كلنا بنبقى قلقه او انك لا تصبري الصبر الجميل عند وقوع البلاء. كريمه بنتي متزوجه، وجدت هي انا وجدتها وساره بنطوف حوالين الكعب، ان شاء الله بشرى لكم بحجه او عمره. بالنسبه لها هي بقى البنت المسافره، كونها تشوف امها هترجع للوطن ولو بعد حين. جدتها سعدها وساره كمان سرور، لكن بنطوف وعمالين ندعي. طيب نكسر من الدعاء، بنتي دخت ووقعت وجدتي جريت عليها مفزوعه، يبقى السعد هينقذ بنتك من الدوخة لو هي انتبهت لجدتها من صدقة أو دعاء، ربنا ينقذ أي مشكلة تقع فيها. الطواف حول الكعبة توبة، توبوا إلى الله تنالوا إن شاء الله الحج والعمرة. وهرجع لك تاني. أم جنى، أم جنى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ يا مرحبا. انا حلمت بنتي حلمت يعني، كانت واقفه في البلكونه ولقيت راجل داخل عندنا الشارع فبيشاور لها، لابس ابيض في ابيض، وقال لها انزلي، فهي نزلت له قال لها انا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه والسلام، فاخذها على بساط اخضر. دي واحده شافته بهيئته كده، شافته بالهيئه المعروفه اللي احنا عارفينها في السنه، على بساط اخضر. ايوه هي وصفته، قالت يعني ابيض وحلو وجميل وريحته حلوه. طيب عليه الصلاه والسلام. وبعدين خدها قال لها انا هوريكي بيتي. خدها وطار بيها بالبساط الاخضر ده وراح وداها المكان ما هو عايش يعني سكن. قالت بيت بسيط وعلى حصيره، شافت حصيره عنده وشافت زي قلتين كده، واحده فيها عسل وواحده فيها لبن. نعم. وشافت يعني زي اللمط بتاعت القديمه بتاعت البلاد الارياف دي كده، لمبات جاز، فهو ده يعني نفس ما وصفت كده في الرؤيه اللي شافتها. فهو سقاها من اللبن واكلها من العسل ما شاء الله. وبعد كده صحي قال لها انا رسول الله يعني، عايز تتوصل. مع العلم ان بنتي دي عندها ضعف سمع. ضعف سمع؟ احوالها الدينيه ايه؟ زي الفل والحمد لله، بتصيم خميس والاثنين وال13 و14 و15 ما شاء الله، ودائما بتصلي ما شاء الله. طيب. وده يعني دائما تحلم بالرسول، كل حاجه تيجي تعملها في خطا يجي لها في المنام ويبعدها عنها. طيب في حاجه تانية يا ام جنى؟ في رؤيه تانية. اتفضلي. مره برضه هي حلمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كنا رايحين فرح بنت عمها، فبنت عمها بتقول لها البسي يعني فستان سواريه كده و معلش شعرك. بنت عمها اسمها ايه؟ اسمها رضا. رايحين فرح رضا. فراحت قالت لها يعني بلاش التحجيبه اللي انت فيها دي والبسي فستان سواريه والبسي وسيبي شعرك. فهي جاتني بتقول لي ماما ده انا بتقول لي كذا كذا رضا، قلت لها انت عايزه ايه؟ قالت لا انا مش عايزه كده. فهي نامت وحلمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اداها عبايه وطرحه. ما شاء الله. قال لها دول ما تخلعهمش ابدا. فيعني هي صحيت الساعه 2 بالليل فبتحكي لي الرؤيه، كان والدها راجع من الشغل. لا معلش، هي متجوزه رضا؟ نعم.
متجوزة؟ لا ما كانتش متجوزة الأول. آه لكن اتجوزت. والبنت اللي حلمت متجوزة؟ لا الأول ما كانتش متجوزة قبل الأحلام دي. آه معلش يعني بنتك أنت متجوزة؟ فوالدها رجع من آه دلوقتي متجوزة وعندها ولد وبنت. طيب ممتاز، لكن ساعة ما حلمت ما كانتش متجوزة؟ لا ما كانش متجوز. طيب وبعدين والدها رجع من الشغل التلفزيون ده واحده ست كانت جت عنده من السعوديه اديت له عبايه وطرحه قالت له وديهم لبنتك دي. شكرا شكرا يا مغنى. نرجع تاني لكريمه. احنا اتفقنا طواف حول الكعبه يا كريمه توبة، فإذا تبتوا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يرزقكم الحج والعمرة ويرزق بنتكم السعادة. معها سارة مع جدتها والجدة عندي سعد، وجدتي جت مفزوعة علي، شوف جدتها على الرغم إنها ماتت لكن خايفة عليها برضه، فانتبهوا لبر جدتكم من صدقة ودعاء. وأمي جايبة حلة وبتوزع أكل صدقة لله، شفتوا وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، أطعموا الطعام وتصدقوا واكثروا من الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله ياتيكم الطواف اللي هو التوبه والحج والعمره. اميمه ماشيه حافيه، حافيه ما عندهاش زوج، بعد كده اتجوزت الحمد لله، يبقى الاحتفاء ده خلص. ابنتي بتضيع مني، قلنا 99.9 من نساء العالم بيحلموا كده ان بنتها بتضيع بتوه او حد بيخطفها او حد بيعتدي عليها او حد او حد او حد، ده كل الستات كده، فما تقلقيش ادفولي عن يسارك وان شاء الله ربنا يحفظ لك بنتك. لكن انا عندي الضياع برضو سهو، فانتبهي لا تسهي عن بنتك ابدا. ام جنى شافت واقفه في البلكونه وراجل بيشاور للبنت ولابس ابيض، ولا انا الرسول صلى الله عليه وسلم، واخذها على بساط اخضر وطار. طيب انا عندي الرسول عليه الصلاه والسلام رؤيته ان شاء الله رحمه تتنزل على هذه الفتاه، فعسى ان الله سبحانه وتعالى يرزقها الرحمه والاقدر دين، احوال دين تتحسن باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هرجع لك يا ام جنى تاني. اتفضلي يا ام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سؤال ديني لو سمحت يا شيخ. احنا انا والله بنفسر احلام، لكن قولي لو اعرف هقول لك، ما اعرفش هقول لك لا. ماشي. العقيقه هل ممكن العقيقه الذبيح يعني ممكن الجد او العم او الخال او كده ينفع ان هو يذبح بدل ابو الولد؟ يهدينا بيها، ما فيش حاجه المانع. عادي يعني؟ عادي جدا. حتى لو هو مش هيشارك الاب في الذبيح؟ لا 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 مش شرط، يعني احنا بنقول ايه؟ واحد جه يعني وقال لي خد يا دكتور اكمل خروفين هم هديه. قمت انا عملتهم عقيقه لابني بدل الخروفين؟ الولد خروفين والبنت واحد. طيب ممكن بقى يعني مثلا لو هو مثلا الجد ذبح له عجل بدل الخروفين عادي؟ افضل طبعا. كل ما غلى السعر كل ما كان افضل. احنا عندنا في الحج مثلا ما سبعه يذبحوا بقره او واحد يذبح خروف، يعني البقره بمقام سبع خرفان. شكرا يا ام احمد. ام محمود عرفوهم ان احنا بتوع احلام فقط. نعم ام محمود. طيب نرجع تاني، احنا واقفين عند مين؟ عند ام جنى. ام جنى بنتها ركبت على البساط اخضر دين ان شاء الله مع الرسول عليه الصلاه والسلام رحمه تتنزل عليها، وراحت كمان بيته عسى تكون بشرى لها بالذهاب الى المدينه المنوره. شربها عسل ولبن، عندي العسل شفاء، فعسل انتوا لو عملت له عمليه ولا بتاع تتحسن اذنها، فانا عندي العسل فيه شفاء للناس، واللبن علم، فخليها تقرا وتتعلم تعوض النقص اللي عندها. شافت ان احنا رايحين فرح رضا. طبعا احنا عندنا رضا بصفه عامه ده امر لينا، لو عايزين نفرح لابد ان احنا نرضى بقضاء الله وقدره. لو رضينا بقضاء الله وقدره الله سبحانه وتعالى يرسل لنا الفرح. قالت لا يا اختي ايه اللي انت لابساه ده حجاب، ده احنا في فرح، اقلعي اقلعي وسيبي شعرك والبسي سواريه. قام الرسول عليه الصلاه والسلام جالها وقدها عبايه وطرحه، قال اوعي تعملي كده. حلو قوي عسل، يا العبايه عندي قلنا دين او زوج، فاما ان ياتيها الزوج او ياتيها الدين الطيب، ولا تتبرج تبرج الجاهليه الاولى. واحده اعطتها عبايه برضه والدها شاف ان واحده اللي هي الدنيا اعطتها عبايه وطرحه، إذن البنت إن شاء الله
تتحسن احوالها الدينيه واحوالها الزوجيه. طيب نرجع الاس ام اس عشان ما يزعلوش مننا. وقلنا اخويا مات شهيد فقلبه رصاص وانا اسمي ايه وانسه واخويا اسمه خالد ومتجوز. طيب قلنا اللي ميت ده معناه انه مقبل على شيء مش في صالحه، لكن كونه ان هو شهيد توبه وعليه ان يشهد بالحق. كونها ان هي رصاصه ده معناه ان حد بيتكلم عليها مش كلام مش كويس، فيشوف ليه الناس بتتكلم عليه كلام مش كويس ويعمل العمل الصالح. مين؟ تعالي يا سماحه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله يا فضيله الشيخ انا حلمت من يومين اللي انا طالعه في بيت حماتي. انت علاقتك ايه بحماتك؟ والله علاقتي كويسه الحمد لله. اسمها ايه حماتك؟ فتحيه. حلو اسم حلو فتحيه ده. واخد بال حضرتك؟ المهم الطلع يا فضيله الشيخ طلع السلالم، السلالم كلها تعابين. سلالم ثعابين. تعابين. واخد بال لونها ايه؟ فوانا طالعه. نعم؟ لونها. هي لونها اصفر يا شيخ. اصفر، عندكم حد عيان؟ هي حماتي تعبانه. واضح واضح. واخد بال حضرتك؟ فالمهم طلع يا فضيله الشيخ السلالم دي، فالسلالم مليانه تعابين، فالتعبان قرصني. قرصني. قرصني واخد بال حضرتك؟ فالمهم فتح لي الباب اخو جوزي. اسمه ايه؟ اسمه عبد الجليل. فتح عبد الجليل وعمل ايه؟ فانا لما دخلت لقيت مراته عماله تضحك عليا عشان التعبان قرصني. فانا اتضايقت رحت طالعه. معلش علاقتك ايه بمراته؟ والله هي العلاقه كانت كويسه بس دلوقتي بقى لنا 3 سنين مش بنكلم بعض خالص. طبعا ما انتوا سلايف. مش ممكن، عمري ما شفت سلفتين الا ولازم يتخانقوا. والله يا شيخ انما الاعمال بالنيات. ربنا يعني يجعل نيتي يا رب خالصه لوجه الله. يعني لكن دي بتبص لدي وتقول لا دي احسن مني، دي عامل مش عارف ايه. معلش انت خليك الحلوه وابداي بالكلام. والله يا شيخ سبحان الله، يعني رفعنا طبعا من هطلع المشكله على التانية اكيد المشكله. يعني سبحان الله لا اله الا الله، يعني سبحان الله العيشه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لو انا عشتي احسن منها او هي عيشتها احسن مني ده قدر من عند ربنا. طيب كويس. هو اسمها ايه بقى؟ اسمها جميله. جميله. جميله ضحكت عليا. ضحكت. ضحكت عليا من قرصه التعبان. من قرصة التعبان. فانا اتضايقت رحت طالعه من الشقه خالص، رحت قافله الباب ورايا، رحت طالعه عند حماتي فوق. واخد بال حضرتك؟ فلقيت حماتي ايه بقول لها بصي يا خالته فتحيه ده التعبان قرصني. بتقول لي يا بنتي قرصك انت كمان، ده بصي قرصني انا كمان. فهو قرصها في كف ايديها يا شيخ. هي عندها ابناء كتير؟ عندها لا ولدين، جوزي وهو عبد الجليل بس. وعلاقتهم بيها كويسه؟ لا الحمد لله الحمد لله. نعم. طب معلش احوالها الماديه ايه؟ الحمد لله لا كويس الحمد لله. طيب هل مرضها اثر على اعمالها على حياتها؟ هي دلوقتي يعني حركتها بسيطه يا شيخ. حركتها بسيطه. نعم. واخد بال حضرتك؟ فايديها مكان قرصه التعبان فيها دم، فبتقول لي قرصك انت كمان. فانا بقول لها بصي بس قرصتي انا يا شيخ. لما جيت ابص لها لقيتها سبحان الله رسمه عين. رسمه عين انسان. تحولت القرصه لشكل عين؟ القرصه في ايدي شكل عين. لما طلعت عند حماتي بقول لها بص القرصه لقيتها شكل عين. واخد بال حضرتك؟ فامي في المنام عماله تقول لي ايه معلش يا بنتي معلش يا فتحيه معلش. رحت قايمه على كده يا شيخ. شكرا. حد بعد سماح؟ ام محمود رجعت تاني. اتفضلي يا ام محمود. اي راحت كويس كده. كلمي يا ام محمود. ما انا بقول لك دي باظه بتلعب معانا. طيب ام احمد دي سالت على حقيقه وخلص. سماح شاف انها طالعه بيت حماتها فتحي، يبقى لو عايزه فتح من الله سبحانه وتعالى اصعدي ما تنزليش، خليكي دايما راقيه ومرتفعه، ما تعمليش الاعمال الدنيويه الدنيه الوحشه. سلالم عليها تعابين صفرة، تعابين الصفرة امراض، فقد يكون هو مرض حماتك. التعبان قرصني. معلش اعدائك او مشاكلك ممكن يسببوا لك شيء من الالم. عبد الجليل هو اللي فتح الباب. كوني عبده حقيقيه للجليل سبحانه وتعالى واصبري على اذى سلفتك وغيرها. عشان هي بتضحك عليك المفروض انك ما تزعليش وتغضبي، تقولي انت بتضحكي عليا ليه؟ ده قضاء ربنا. انت اشرحي لها مش هسيب لها اسيبها وامشي. فقومي بدورك بحيث ما تخسريش حد. لما طلعت لحماتها قالت له انا كمان قرصني،
والقرصة قلنا قد يكون هو المرض، أو عشان قرصها في الكف بتاعها، فالكف هو اللي الإنسان بيشتغل بيه، بيعمل بيه، بيتحرك بيه، قولوا الأيدي والأبصار، فعشان كده بنقول لها معلش هي دي القرصة أثرت على حركتك على حياتك، لكن تصدقي عشان ربنا يخفف عنك. أم مصطفى مش أم محمود؟ أم مصطفى. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن شايفة أنا عندي حلمين وتفسير. بس من فضلك يعني اختصريهم، ما تقولهمش بكل الإسهاب اللي شفتيه. ماشي. أنا دلوقتي بحلم إن أنا بلقى فلوس في الأرض. لا مش سامع، مش سامع. فلوس، بلقى فلوس في الأرض. بتلاقي فلوس واقعة في الأرض. كتيرة. بابا ماشي في الطريق بنجي فلوسي الحديد دي، فلوس يعني الربع والجنيهات. أحوالك المادية إيه؟ كويسة يعني الحمد لله. طيب. تمام. الحمد لله. بس المهم بلقاها، المهم بنجيها، بعد ما نجيها بلقاها كلب أسود. كلب اسود قدامي، كلب اسود قدامي، بجري بنجي الفلوس وبجري وهو بيجري ورايا. نعم. وعايز ايه يعضني. المهم عضني، بعد ما عضني دخلت عضك بعد ما عضني دخلت البيت. المهم رحت رد الباب وبقول له رد يا مصطفى، رد يا مصطفى الباب الكلب جاي يعضني. رد مصطفى ورحت ايمن من النوم. بس ده ماشي. نعم. التاني ان انا حلمت ان احنا رايحين انا واولادي شيخ. رايحين فين؟ يعني بنزوره كل سنه. رايحين تزوروا شيخ عايش ولا ميت؟ ايه؟ رايحين تزوروا شيخ يعني حي ولا ميت؟ لا ميت يعني شيخ كده بنزوره كل سنه، ابوتيك. ايه ده؟ شيخ مقام يعني؟ لا اوعوا تروحوا للمقامات، مقام ايه ده؟ خليك عاقله. اذا سالت فاسال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اوعي تروح للشيخ وتقوله بنتي تخلف وجوزي ما يتجوزش علي، اوعي الحاجات دي. لا مش كده. طب ام رايحين للشيخ يعني نعمل ايه بقى؟ بلاش بلاش، ما تروحوش عند القبور والاضرح، خش في اللي بعده. ماشي ماشي. بص يا شيخ، ان انا حلمت يعني ان انا رحنا. طيب. ان انا رحت يعني ان انا رحت. ماشي. الشيخ اسمه ايه؟ بقول لابني الكبير، بقول له فين الفلوس اللي خدتها؟ الفلوس اديها لي. قال لي يا ماما انا معيش فلوس. قال لي اعطاني 24 وشويه فك اكتر. بقول له يا ولدي ده انا اعطياك يا ابني كل اخواتك كل 200 جنيه، كل واحد ايه 200 جنيه فيهم. قال لي لا يا ماما. في الحقيقه اديتي له اي فلوس؟ ايه؟ في الحقيقه اعطيتيه اي فلوس؟ لا ابدا. لا خالص. علاقتك بيه ايه؟ هو يعني مش معانا شويه، هو ابني الكبير عام شويه يعني خالص، بعيدني خالص. تعبنا خالص يعني مش عارفه له ايه. ادعي له ربنا يعني يهديه. ادعي له ربنا سبحانه وتعالى يهديه، ما نروحش عند المشايخ. اتفضلي. ماشي. التفسير، التفسير يا شيخ النبي. طيب هقول لك في التلفزيون. مين معايا؟ ام محمود تاني؟ انا زعلان من ام محمود دي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انت بتروحي فين يا ام محمود؟ الخط كان بيقطع وبيسيبونا على الانتظار كتير. لا ما تسيبوهاش على الانتظار كتير، شوف طلع العيب منكم. منتظرين كتير. قول ما شاء الله لا قوة الا بالله. اتفضل. لو سمحت انا كان عندي حلم. اتفضل يا ام محمود. انا بقالي يجي اسبوع كده حماتي بتجيلي في الحلم. حماتك عايشة؟ حماتي عايشة؟ ايه؟ عايشة ولا ميتة؟ لا ميتة. حماتي متوفية، بتجيلك شكلها حلو ولا وحش؟ هي ميتة من قبل ما اتجوز. يعني معلش شفتيها بتجيلك في هيئه طيبه ولا هيئه سيئه؟ بس يعني هي كانت ساكنه في بيت تحت كده وله برنده، كانت على طول تقعد في البرنده دي. نعم. فهي بقالها اسبوع كده بتجيلي ان هي قاعده في البرنده وانا بمشي عليها يعني بفوت عليها كده ما بتكلمش معاها، ومثلا اشاور لها كده بس وانا ماشي. ورجع تاني جوزي وصاني عليها، قال لي والدتي تعبانه خلي بالك منها وكده، وانا ما رحت لهاش. ده من ضمن يعني حلم في الاسبوع ده اللي انا شفتها فيه. طيب. ورجعت تاني جيت لقيتها بتنادى عليا كده وانا واقفه مثلا على باب الشارع كده وهي في البرنده، لقيتها بتنادى عليا بايديها بتشاور لي بس بايديها كده. فانا رحت لها
قلت لها ما تزعليش مني ان انا ما جاتلكيش وجوزي وصاني عليكي وانا ما جاتلكيش، ما تزعليش مني. ورجعت برضو شفتها تاني برضو قاعده في البرنده وانا معديه عليها. اخر مره بقى شفتها فيها ان هي ماشيه وانا واقفه انا واتنين قرايبها بنقول إيه؟ لبعض يعني ده بقول لهم ده نمت ما ماتتش، ده ماشيه اهي ده ما ماتتش. اسمعهم هي بصت لنا إيه كده وقامت رجعت تاني الاتنين قرايبها اسمهم فقامت مسكت واحده من اللي هي بتتكلم ديت وهي بتقول ده بنت عمي ماشيه اهي، قامت مسكتها من دراعها كده وقامت لاويه دراعها وراها، وقمت انا خفت منها وبصيت في عينها كده خفت منها، فطلعت جري على اساس ان انا ادخل استخبى منها جوه في الشقه، لقيتها قامت طالعه جري سابت ديكها وقامت ماسكاني وقامت ماسكه دراعي لاويه ورايا، وقمت صاحيه بقى من الحلم ده. الكلام ده بقى على كم حلم، مش في حلم واحد. ايوه طبعا. شكرا يا ام محمود. طيب كمرتي بنقول ايه؟ احنا وصلنا لسماح. سماح بتقول قرصها في كف ايديها، فاحنا قلنا ده اثر على عملها شويه. شافت سماح بقى ان القرصه اللي في ايديها على شكل عين. انا عندي العين هي البصيره، فلازم تخلي لما تجي لك مشكله تتصرفي على بصيره سليمه، يوم ربنا سبحانه وتعالى يحل لك مشاكلك. ام مصطفى بتشوف فلوس كتير واقعه في الارض ولكن كلب اسود بيجري وراها، فواضح انها بيجي لها رزق بسيط، ولكن الدنيا بتلاحقها والاعداء بتلاحقها، يعني مش سايباها في حالها وهي بتجري وراها وكمان عضها، فالمشاكل والاعداء ممكن يسببوا لها شيء من الالم. هرجع لك تاني يا ام مصطفى. مين؟ اتفضلي يا ام بسمله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا حضرتك حلمت ان انا كنت في مول حضرتك وشايله ولد على كتافي وبنتي خايفه تعدي الطريق تنزل يعني سلم الكهرباء، فانا نزلت الولد ونزلت بنتي وطلعت علشان اخده ما لقيتهوش، قعدت ادور عليه واقول فينك يا احمد، هو انا اصلا ما معيش اولاد. يا ما عندكيش اولاد؟ لا انا يعني معي ثلاث بنات وراح مني ولد يعني الحمد لله. الحمد لله. فحضرتك طلعت اقول فينك يا احمد، يعني صدقت ما لقيتك، انا فضلت منتظرك كتير وكده وقعدت ادور عليه، يعني بكيت بكى بس مش بكى اللي هو الجامد ده، لا بكى اللي هو الهادي ده وكده يعني، لحد لما لقيته نايم في ركن كده في المول وماسك ببرونه كده وصحي وحضني يعني. شكرا. شكرا. طيب ام مصطفى رايحة للشيخ، احنا اتفقنا يا اخوانا اللي بيروح للقبور والمشايخ وكده ربنا بيقلب عليهم، اذا سألك عبادي عني فاني قريب. الشيخ ده مات واندفن خلاص، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. اعملي يا فاطمة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لبنته اعملي يا فاطمة لن اغني عنك من الله شيئا، فانتبهوا. احنا لسه لحد دلوقتي لسه بنروح الأضرحة والله حي وندفع فلوس للنصابين اللي حوالينا الأضرحة علشان البت تتجوز وتتطلق. لا 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 بلاش الأضرحة. شفت ان ابني بقول له 24، قلت انا مديكوا كل واحدة 200، واضح ان ابنها بخيل معاه واعماله مش كويسة. دعوة للأبناء ان يبروا الأمهات، بروا أباءكم تبركم أبناءكم. أم محمود حماتي متوفية، شفتها قاعدة في البلكونة وجوزي وصى عليها وقال دي تعبان. الميت التعبان يا اخوانا معناه محتاج صدقة او دعاء. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. بتنادي علي وجريت ومسكتني من ايديا. دي دخلنا في الاحلام بقى، احنا غالبا الناس معظمها بتخاف من الميتين، ولو جالي واحد ميت يبقى انا حموت ومسكني وبيجري ورايا عشان ياخدني ويوديني معاه للاخرة، ده حلم من الشيطان. ننفض الفراش 3 مرات قبل ما ننام وننام على وضوء وقارين آية الكرسي ولو صلينا ركعتين وربنا يحفظنا من السوء. أم بسملة عندها 3 بنات، فواضح إن ده حديث نفس، إنها عايزة طفل وتشوف الولد بيضيع منها، إنها مش جايبة ولد ذكر، لكن الحمد لله الولد اسمه أحمد، يعني لو التزمت بالدين هتلاقيه في النهاية. بس تتصدق لان عند الرضاعه والببرونه دي صدقه، فتتصدق عسى ربنا يحقق لها املها في الولد او غير ذلك. مين معاي؟ نادره. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا نادره.
لقيت شفت في الرؤية ان انا ماشية على بحر كده، على بحر، بس البحر ده ايه، صخور يعني مش رملة. سامع حضرتك؟ بحر يعني ترعة؟ لا بحر، بحر لكنه مش قدامه رمل، شاطئ. رد عليا نادرة. نعم. البحر ده يعني ملوش شاطئ؟ لا ليه شط بس في صخور يعني. صخور؟ اه وانا ماشي على الشط. طيب وانت ماشي على الصخر لقيت طالعة منه سمكة. سمكة كبيرة سودة. كبيرة سودة، يعني زعلتي منها ولا فرحتي منها؟ لا انا عايزة حد يمسكها. عاوزة حد يمسكها؟ عايزة حد يمسك السمكة، فمش عمال اقول لهم امسكوها خسارة خسارة. ففي واحد واقف قلت الراجل ده غلبان يعني يمسكها ياخدها، وصحيت. احوالك المادية ايه يا نادرة؟ نعم. احوالك الحمد لله الحمد لله كويسة؟ الحمد لله. طيب في حاجة تانية يا نادرة؟ اه شفت ان بنتي لابسة عروسة وجنبها عريسها. دي عروسة لعبة ولا عروسة حقيقية؟ لا عروسة، هي عروسة، هي بنتي كبيرة. اه بنتي لابسة عروسة وكمان معاها العريس. اه وهي متجوزة؟ لا بنت لسه، بنت. اه عروسة ومعها العريس، شكله حلو. اه وهي حلوة. اه طبعا من يشهد للعروسة. ايوه. اه بس وشفت رؤية تانية حضرتك؟ تالتة بقى. ان هي ان هي برضو هي بنتي دي قاعدة ولابسة بنطلون ابيض وتيشيرت، بس حتى ايديها كده زي ما كنت بص بين رجليها كده، حتى ايدها بين رجليها، حتى راسها بين رجليها، راسها بين رجليها. اه وقعدت انا ادعي لها بقى، قعدت ادعي لها وصحيت من الرؤيه. معلش بنتك عندها كام سنه؟ عندها 23 سنه. انت حاسه انها متاخره في الزواج شويه؟ لا 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 مش قلقانه على كده، هي في الجامعه لسه. اه انتوا برضو لازم تكمل جامعتها قبل ما تتجوز؟ اه شاطره ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. اهلا وسهلا. طيب ام بسمله. طيب ماشي. نادره شايفه ان هي ماشيه على البحر، لكن شاطئ البحر مش رمال، صخور. الصخور عندي شده، فخليكي يعني معلش تحملي هذه الشده وخلي قلبك لين شويه، ما تخليهوش قاسي. سمكه كبيره سودة، قالت خساره امسكوا السمكه، تعالى يا عم يا غلبان خد السمكة. يبقى لو تصدقنا على الفقراء يأتينا الرزق من الدنيا من حيث لا نحتسب. بنتي ماسكة عروسة ومعاها العريس، يعني بنتي بقت عروسة ولابسة عروسة وجنبها عريس. طبعا بنتها ما اتجوزتش، فانا حاسس فيها جزئية حديث نفس، ان شيء طبيعي جدا ان اشوف بنتي اللي مش متجوزة انها متجوزة وقاعدة مع عريس شكله حلو. لكن بنقول اذا ما كانش حديث نفس فالزواج من العريس الحلو يعني معناه مقبلة على دنيا جميل. بنتي قاعدة ببنطلون أبيض وتيشيرت، البنطلون عريس، ورأسها بين رجليها. طيب أنا عندي رأس الأمر الإسلام، انتبهي لأمرها الإسلامي، نشئيها على الدين الصحيح، وإن شاء الله ما دام في بنطلون يبقى في زوج إن شاء الله طيب، لأن الأبيض عندي حلو. طيب الاس ام اس اللي انت بتقول عليها عشان ما يزعلش منا الاخ المعد. حلمت اني ولدت بنت اسمها ايمان. احنا عندنا بصفه عامه اذا ما كنتيش حامل، لو حامل يبقى حديث نفس، لكن لو مش حامل حلمتي ان بنتك اسمها ايمان، ده معناه ان جاي لك خبر حلو بشرط ان تحسني ايمانك، تقوي ايمانك. حلمت ان جوزي جاب لي غزال صغير في البيت، فنظرت الى الغزال فرأيت على، والحلم غير مكتمل. طيب احنا عندنا على العموم بصفة عامة الغزلان هي المغازلة. معلش اذا كان جوزك يعني مش بيغزلك شوية، فعصنا الله سبحانه وتعالى مادام هو جاب الغزالة لحد البيت، ان شاء الله الامور بينكم تتحسن، وخليك انت البادئة يعني لو حسيت ان هو يعني ما بقاش زي الاول بنفس الديناميكية، انت بقى حسني الاسلوب وتظبطي له امورك علشان يرجع يغزلك تاني. حلمت ان في قطه لونها بني في منزل امام منزلي، فقفزت على منزلي فحملتها فقالت لي كلام مخيف جدا لا اتذكره، فنزلت الى حماتي وحكيت لها. طيب القطط مش كويسين، القطط بنات ستات انسات مش كويسات مخادعات،
ما تدخليش بيتك اي واحده كده جارتك والسلام تيجي داخله تقول ايه ده عندهم كده وكده وتطلع اسراركم بره. فانتبهي، اديك الكلام مخيف واضح جدا ان انت يعني ما بتحسنيش اختيار اللي يدخل عليكي بيتك، احسني الاختيار عشان ما تسمعيش كلام يأذيكي. شفت بنتي عندها 3 شهور لابسه عبايه سمراء وامي قالت لي اقلعيها. طيب احنا عندنا العبايات السمراء اما احوال دينيه ان شاء الله تنشئ بنتك على الدين فترزق بعريس بعد ان شاء الله كده عريس جميل. حلمت اني في المسجد لاصلي ولكن الوضوء ناقص فقلت انا حتيمم. حلو، اولا المسجد حياه فيها توبه فعسى تكوني مقدمه على حياه فيها توبه. الوضوء ناقص، انا عندي الوضوء وغسل من الذنوب ناقص يبقى لسه عندي ذنوب محتاجه ان انا اتوب منها. قلت اتيمم، حلو قوي، فتيمموا صعيدا طاهرا. فحاول ان انت تطهري اموالك ولا تاكلي الا من حلال، واضح ان ده اللي هيتمم لك غسل ذنوبك. انا حلمت اني ماشيه في الترب، انا عندي الترب ضيق، فواضح ان الاخت اللي ماشيه في الترب ديت واضح انها متضايقه من حاجه. وابني وبدور على تربتين ولقيت جدي، معلش اهو حلوه تربتين، يعني عندك مشكلتين، عندك ضيقين، لكن في النهايه الجد هو السعد. واضح ان بعد فتره الضيق ان بعد العسر يسر، بشرط ان انا ابر اجدادي اصل ارحامي ثم تاتيني السعاده بعد فتره من الضيق. انا متزوجه ورايت اني مع صديقتي في معرض موبيليا نشتري غرفه نور، عجبتني غرفه بيضة جميله فسالت عن الغرفه قالوا ب7000 جنيه. فقلت لا استني لما حسن اخويا يجي هو بيفهم في الخشب، وجاء اخويا وقال لي لا دي ب5000 بس، واصرت صديقتي ان تدفع هي الفلوس واخذنا الغرفه. طيب غرفه النوم عندي اما زواج في محيط العائله او تحسن احوالك الزوجيه بشرط الانتباه لامر النفاق، اي حاجه خشب عندي كانهم خشب مسنده. انتبهي، اذا حدثتي لا تكذبي، اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، اذا عاهد غدر، اذا خاصم فجر. انتبهي لامور النفاق، ما تعمليش ولا واحده منها، يوم ربنا يصلح لك احوالك الزوجيه ويجعل هناك زواج في محيط العائله حسن بفاصل، بدل ما هي ب7 هي ب5. الله سبحانه وتعالى يعني بدل ما كانت حياتكم فيها بزق كتير يحسنها ويخلي اموركم على قدها. حلمت ان ابني سلفني طلب، ابن سلفتي الصغير طلب مني لامه توم فاعطيته 4 فصوص وانا حامل. طيب ماشي، ابن سلفتي كان المفروض تقول لي اسمه ايه لكن هي ما قالتش، عايز 4 فصوص توم. انا عندي توم فيها حاجات كويسه وحاجات مش جميله، عندي التوم شفاء من الامراض، لكن الثوم رزق ضعيف من فومها وعدسها وبصلها. قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، يعني انتوا عايزين توم يا مصريين يا بني اسرائيل، مش عايزين المنه والسلوى. فعلشان كده بنقول لا تطلبي الادنى، اطلبي الاعلى، اطلبي الفردوس الاعلى، ودايما تتصدقي الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، لا تمنعي الماعون، تصدقي واعطي دايما لاهلك وجيرانك. حلمت اني باكل جمبري، والحلم التاني بشتري فستان احمر انسه، حلو قوي. الجمبري عندي رزق، هو والسمك والجمبري رزق راقي، لان ما حدش بياكل جمبري غير الاغنياء، فواضح ان في رزق. والفستان احوال دينيه او زوجيه، فواضح ان جاي لك عريس احمر ان شاء الله يكون فيه سعاده. حلمت كنت نايمه على سرير في حمام سباحه، كانت امي واقفه جنبي ووقعت في الميه، وجاء اخي محمد طلعني من الميه. الوقوع في الميه وقوع في مشكله، ومحمد رمز للدين، فتمسكك بالدين ينقذك من المشاكل. انسه بعد السخاره على شخص بحبه رايته يرتدي بدله عريس ويبتسم. انا شايف ان ده حديث نفس، لكن ربنا يحقق لك حلمك ان شاء الله ويجي لك العريس المناسب اللي انت بتحبيه لو كان فيه الخير. واضح ان احنا وصلنا لقرب النهاية، وانا من عادتي باذكر بالبداية، الثوب في المنام هو الزوج. قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن، او هو الدين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أناس من أمتي عليهم قمص بعضها ما يبلغ الثدي وبعضها ما دون ذلك، وجاء عمر بن الخطاب وثوبه يجر، فقالوا: ما أولت؟ قال: الدين. لبس ثوب الصوف زهد في الدنيا، الثوب الأخضر للأحياء دين وعبادة وميراث، وعسى يكون لباس أهل الجنة. الثوب الأخضر للميت حسن حال عند الله تعالى. الثوب الأبيض خير وحسن في الدين، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأسود لمن تعود لبسه سيادة ورفعة، لمن لم يتعود لبسه أصابه مكروه. اللبس الأحمر، وده جالنا في منام الأخت، هو يرزق مال وعليه إخراج زكاته. للمرأة فرح وسرور. للحكام والملوك ضعف في الملك لاشتغاله باللهو واللعب. الأحمر للمريض موت، للفقير ضرر. الثوب الأصفر المعصفر أمراض وحمى وجروح وضعف. اتساق الثوب ديون وذنوب اقترفها الرائي. من اغتسل ولبس ثوبا جديدا ذهب غمه وأصابه خير، وغالبا في الدين أو الزواج. من تمزق ثوبه طلق امرأته وتمزق دينه ونقص ماله، فينتبه. الثياب الزرقاء هم وغم. أكل الثوب الجديد أكل مال حلال، أكل الثوب المتسخ أكل مال حرام. واضح ان احنا وصلنا لاخر الحلقة، ومن فضلك اللي يبعت SMS زي كده لازم يبعت لنا عليها متجوزة، آنسة، احوال اقتصادية كده، يدينا نبذة، لان احنا اتفقنا ان العلم بحال الرأي يساعد المعبر. لو عايزين تعبير سليم لازم اللي يحكي لازم يديني نبذة عنه قبل ما يحكي. وما تزعلوش لو انا بقول على حاجات انها حلم من الشيطان او رؤية من عند الله، لان طبعا احنا عندنا ليس كل ما يراه الرأي في منامه هو حلم من هو رؤية من عند الله. قد يكون حلم اللي بقوم مفزوع منه، انفض سريري وادفن عن يساري واتوضى واقول الادعية وايت الكرسي. لو حديث نفس ان انا حاجة بتقول بخاطري داخلة الامتحان مش عارف احل، او عريسي عايزاه يجي فاشوف ان جاي ولابس عريس وابويا بيقول احنا بنشتري راجل، يبقى ده حديث نفس. اما الرؤى لازم يكون فيها رموز زي كده، الثوب معناه ايه، الخبز معناه ايه، الخمر معناه ايه، كل رمز وله تأويل. فعشان كده بنقول دون نبذة على الاس ام اس اللي هيظهر قدامكم على الشاشة، وان شاء الله معادنا كل يوم اثنين في نفس الميعاد. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.